الموسيقى بين التنمية والموسيقى. مصر عدت 100 مليون نسمة، وده بيسبب يعني ضغط كبير جدا على الموارد وعلى التنمية اللي بتعملها الدولة. فالنهاردة هيكون لقاءنا مع ثلاثة متحدثين، كل منهم قيمة وقامة كبيرة، سوف يلقوا الضوء على هذه المشكلة وازاي احنا يعني نعمل التنمية بشكل يعني او نعمل السكان بشكل يتوافق مع التنمية. في اللقاء الاول بيسعدنا ويشرفنا الاستاذ الدكتور رفيق دياسكي، استاذ ورئيس قسم الجغرافيا بجامعة حلوان، والحقيقة له سي في شديدة جدا، بيسعدنا وبينورنا، ونظرا بقى لضيق الوقت فيتفضل سيادته. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بادئ بدايه اخوة شكري وتقديري للمعالي الوزيرة دكتورة إيناس الدائم والأستاذ الدكتور هشام عالمي، وشكري وتقديري لأخويا الكبير الأستاذ المرفوض عبد المجيد، وأخلص التحية والتقدير لأخي الكبير وصديقي وأستاذي الأستاذ الدكتور محمد السبعاوي على كلية الأداب جامعة المنيا، والشكر موصول للسادة طبعا على العميد في دورة الشيخ والدكتور والدي في العام الثقافة وتلاميذي الأعزاء المتخرجين في الطلاب جامعة حلوان، لكم أخلص التحية والتقدير وكل التحية للعاملين في المجلس الأعلى للثقافة. في الحقيقة إن مصر بعد طول عمرها من الدول المقررة في علاج القضايا المرتبطة بالسكان فيها، لا سيما قضية التنمية. باعتبار ان النهوة ذات بعدين، بعد يتحدث عن السكان وبعد يتحدث عن التنمية والعلاقة فيما بينهما كبعد ثالث. لو جيت اشوف احنا عندنا في مصر بنعاني من مشكلة سكانية ذات بعدين جغرافيين، بعد كمي وبعد مكاني. البعد الكمي هو المرتبط بحجم سكان مصر الذي تجاوز 103 مليون نسمة و 250 ألف آخر تعداد، أو آخر قصدي الإحصاء صادر عن الجهاز المركزي للتعداد العام والإحصاء، إن عدد سكان مصر تجاوز 103 مليون نسمة، بالتحديد 103 مليون نسمة آخر نشرة طبعا من الجهاز المركزي للتعبير عن أولية الإحصاء. ولو استعرضت في خلال ال 120 سنة اللي فاتوا عدد سكان مصر، بأجد إن في سنة 1897 مع إجراء يعني أول نموذج للتحديدات الدقيقة في مصر، ومصر بتعمل تحديدات سكاني كل 10 سنين زي ما احنا عارفين، كان عدد سكان مصر سنة 1798 حوالي 9.6 مليون نسمة. بعد 50 سنة 1947 تضاعف الرقم، وصل 18.9 مليون نسمة. وكان هذا هو الضعف الأول بعد 50 سنة. سنة 1996 وصل تعداد سكان مصر 59 مليون و3.3 مليون نسمة. يعني بعد حوالي 50 سنة زاد عدد سكان مصر 40 مليون نسمة. 2017 هو آخر التحديدات الرسمية للدولة، عدد سكان مصر سجل ب 93 مليون من 10 مليون نسمة. ففي خلال 20 سنة زاد عدد سكان مصر 34 مليون نسمة. يعني لو كان بنفس معدل السنوات السابقة كان ممكن يصل عدد على مدار 50 سنة، كان نستطيع أن نقول إن تعداد سكان مصر هيتجاوز 60 مليون نسمة في
في خلال الخمسين سنة اللي هم اللي تبقى قارب من قرن الربع الأخير من القرن العشرين والربع الأول من القرن الحادي والعشرينات. دي حدود مثلا 50 سنة، يعني بتتكلم في متوسط عدد سكان سنوي حوالي 1.5 مليون، يعني يعادل تعداد دول من الدول العربية. الحقيقة إن عدد السكان، الحقيقة إن عدد السكان في مصر بيمثل أزمة، لأن إحنا عندنا إشكالية طرحها راجل زمان اسمه ماركوس، كان بيقول إن هناك علاقة ما بين نمو الموارد ونمو السكان، وإن السكان دائما ما ينمون بمتوالية هندسية، كأن أقول 2 4 8 16 32، والموارد تنمو بمتوالية عددية 1 2 3 4 5، فلو السكان وصلوا وعدى نموهم 32 بتلاقي الموارد عدد المعدل بتاعها وصل لخمسه، ففي فجوه كبيره ما بين السكان والتنميه في مثل الاقاليم اللي زي مصر. وده طبعا سمه غالبه في دول العالم الاسلامي. وده بيرجع لاسباب كثيره جدا، منها ارتفاع معدلات المواليد في مصر زي ما احنا عارفين، المرتبطه بالاعداد والتقاليد، المرتبطه بحب انجاب الاولاد واعتبار الاولاد ثروه اقتصاديه او عزوه عائليه او اجتماعيه او خلافه، ناهيك عن ان العادات والتقاليد بتاعتنا المجتمع المصري ما زال لحد النهارده حوالي 57% منه مجتمع ريفي، وظاهره تمجيد الاولاد لدى طرفي الاسره والاب والام امر محمود وامر مؤكد لدى الاسره في كبر حجم الاسره. عشان كده مصر تعتبر من الدول ذات معدلات المواليد المرتفعه، من الدول ذات معدلات او ذات احجام الاسر الكبيره. في المقابل لو بصيت، مصر خطت خطوات رائعه في التنميه الصحيه او الرعايه الصحيه، كويس؟ وده اسهم في خفض معدلات الوفيات. يعني النهارده احنا بنتكلم معدلات الوفيات في مصر انها هبطت الى حوالي 6% او 7% في الالف، وده معدل يعني من افضل معدلات الوفيات اللي موجوده في العالم بفضل الرعايه الصحيه وسياسه الدوله في الحفاظ على الثروه البشريه اللي موجوده عندنا في مصر. خلى مصر هذا الامر فيها ارتفاع في معدلات الزياده الطبيعيه، يعني الزياده الطبيعيه ده الفرق بين المواليد والوفيات، خلى هناك فرق كبير جدا. مصر النهارده الزياده الطبيعيه فاتت تتجاوز ال 22 او 23 في الالف، وده معدل كبير، يعني ما زال معدل كبير بالنسبه لدول كثيره جدا في العالم، بيضع مصر في مكانه الدول التي تتسم بارتفاع معدلات النمو السكاني. رغم من جهود الدوله اللي بدات من الستينات مع سياسات سكانيه متعدده، كان اشهرها سياسه تنظيم الاسره اللي الدوله ساعدت فيها من سنه 1965، وبدات تبث برامج اعلاميه مختلفه، تدريس بعض المواد زي ماده التربيه السكانيه وخلافه، اللي هي عشان تحد من معدلات النمو السكاني. وفعلا نجحت الدوله في خفض معدلات النمو السكاني في خلال ال 60 سنه او 70 سنه الاخيره دول من 3% الى 1.9%، انخفض معدل بحوالي 1.1%، وده يعني يعتبر انخفاض محمود نظير جهود الدوله من ناحيه ونظير انتشار الوعي الديموغرافي لدى السكان والوعي الاسري، ان احنا دائما ما تسعى الاسره الى الاهتمام بالكيف الاسري للابناء على حساب الكم. يعني انا لما المثل اللي كان الدراما او اللي كان الاعلام المصري بيسوقه قديما، ويعني يمكن يكاد يكون انقطع شويه، ان الاسره صغيره تساوي حياه افضل، ده كان من البرامج الناجحه اللي كانت بتعالج مثل هذه القضايا، وكانت لها باع كبير جدا في هذا الامر. طبعا الامر الثاني هو امر مرتبط بسوء توزيع السكان على مساحه الارض، على مساحه الارض في مصر. احنا لو بصينا بقيت ان عندي حوالي 5% من مساحه مصر، يعني حوالي 50,000 كيلو متر مربع، بيحملوا على ظهرهم
98.8% من حجم سكان مصر، يعني يكاد يكون يحمل كل سكان مصر على 5%. هذا الامر سبب ورم او تخمه على حمل ظهر الوادي والدلتا في مصر، وعمل يعني ازمه اخرى من ازمات المشكله السكانيه اللي موجوده عندنا في مصر. حتى ان هناك بعض المحافظات المصريه وصل حد التشبع في استخدام الارض فيها والمساحه المأهوله فيها 100%، زي محافظه التقاليه، محافظه كفر الشيخ، محافظه الغربيه، هذه المحافظات، محافظه المنوفيه، هذه المحافظات وصل حد استخدام الارض فيها او حد ما يسمى بالمساحه المأهوله فيها 100%، خلاص اكتفت، اصبحت كل شبر فيها مستغل. ليه؟ لان النمو السكاني بينمو في حيز مكاني محدود. حافظ كفر الشيخ 3748 كيلو متر مربع، خلاص تشبعوا، حتى ان هناك مساحات اقتطعت من بحيره البرولس، مساحتها تكاد تكون ثلث مساحه البحيره من بدايه سنه 80 لحد النهارده، واضيفت الى مساحه الارض الزراعيه، ونمت فيها مراكز عمرانيه كثيره جدا زي كوم دينيس، منطقه ابراهيم الدسوقي، سيد طلحه، مناطق المشروعات الخارجيه، السعاده، تبروطه، مناطق كثيره جدا في بحيث في منطقه حول بحيره المرورس اقتطعت منها من هذه البحيره وتحولت الى اراضي زراعيه، ونمت عليها لوحات عمرانيه، قرى كثيره جدا ظهرت في المنطقة المسمى للسياج الجنوبي لحافة المرورس في محافظة كفر الشيخ، لا سيما المنطقة الغربية منها في مركز المرورس. فبالتالي أصبح التشبع هنا مشكلة. وحتى إن لو بصيت في بعض المناطق في مصر، إحنا عندنا منطقة زي دار السلام وشكرا، وصل حد الكثافة السكانية فيها 200,000 نسمة في كل متر مربع. من اعلى معدلات الكثافه في العالم 200,000، دي حاجه خطيره بصراحه. يعني ده بينم على ايه؟ بينم على ان اولا الارض الزراعيه بتتاكل زي ما احنا عارفين، واصبحنا في الفتره الاخيره بنستورد جزء كبير جدا من غذائها، ودي مشكله كبيره جدا كبيره جدا جدا. الدوله وضعت لها اعتبارات هتكلم عليها كمان شويه. رقم اثنين، اصبحت الخدمات التي تقدم للسكان في مصر غير قادرة عن الوفاء أو على الوفاء بسد احتياجات السكان منها، لا سيما الخدمات التعليمية والخدمات الصحية اللي هم يعتبروا أساس التنمية في أي دولة من الدول. النهارده عدد الطلبة في بعض فصول المدرسة الابتدائي وصل 80 طالب، وصل 100 طالب في بعض المناطق. يعني شوف الحد. يعني زمان انا فاكر في السبعينات وانا في الابتدائي كنت انا وزملائي عددنا في الفصل 23 طالب. النهارده عندي اولاد وعندي احفاد في المدرسه، عدد الطلبه في الفصل وصل 100 طالب، يعني الرقم تضاعف 4 مرات. يعني شوف بقى 100 مليون، يعني شوف الرقم زاد عن الاصل 4 مرات. الرقم اصبحت ظاهره خطيره. طيب هذا المردود او هذه الظاهره المرتبطه بعدم وفاء المؤسسات التعليميه عن سد احتياجات السكان تعمل ايه؟ تسرب لعدد كبير جدا من الاولاد من التعليم. يا اما المدرسه غير قادره على الاستيعاب وغير قادره على التحاق الطلاب بها، يا اما الطالب او التلميذ بيخش المدرسه وده يتصرف، حتى ان معدلات التصرف في مصر ارتفعت. يعني بعد ما كانت معدلات التصرف في مصر في الثمانينات والتسعينات وبدايه الالفينات حوالي 13%، وصلت النهارده في مصر 18% و19%، وفي بعض المناطق الريف النائيه اللي المدارس العمران وصلت النهارده حوالي 23%، اصبحت ظاهره خطيره، ظاهره التصرف. وده بيعد رافد مهم جدا لرافد الاميه. يعني شوف النهارده الاميه في مصر لما تيجي تشوفها كانت 2017 او 2018 16
16 كانت حوالي 19%، النهارده حوالي 16%، معدل كبير. انت بتتكلم اليابان سنه 96 احتفلت باخر شخص عندها يعرف لغه الحاسب الالي، كمبيوتر، الجهل الالي التكنولوجي سنه 96، واحنا 2022 وما زال عندنا النهارده 16% معدل اميه عالي بالنسبه للمجتمع المصري. وده سببه ايه؟ سببه برضه زي ما قلت لكم عدم وفاء الخدمات في مصر عن سد احتياجات السكان ومواصله الخدمات للعمليه التعليميه. حتى احنا النهارده بنشوف ظاهره خطيره ان العيال مش في المدارس. يعني انت النهارده الطالب ما بيروحش المدرسه لاسباب كثيره جدا، منها هذا السبب ان انا هروح المدرسه اقعد فين؟ في المكان. ودي ظاهره خطيره جدا، رغم يعني مش عايز اقول جهود الدوله بتسابق الزمن في محاوله بناء منشات تعليميه مختلفه لمقابله الزياده السكانيه لقاعده الهرم السكاني وحتى لجميع الاهداف مراحل التعليم. احنا عندنا في مصر تخيلوا ان احنا عندنا 25 مليون طالب وطالبه في مراحل التعليم. 21 مليون طالب، 21 مليون و500 في من الابتدائي لحد المراحل الثانويه كلها، و3.5 مليون طالب في الجامعات المصريه. 25 مليون طالب في وقت انت لما تيجي تشوف ليبيا كدوله عدد سكانها 6 مليون ونص. الامارات مش عارف 3 مليون، الكويت تجيب شويه دول كده من الدول الوطن العربي ال 22 دوله عشان يكونوا جزء كبير جدا يكافي او يوازي عدد السكان بالنسبه للطلبه عندنا، طلبه بس. كويس؟ وعشان كده اقول ان البعد ده، البعد الخاص بعمليه سوء التوزيع ده بعد خطير جدا. يعني بعد من الابعاد الخطيره للدوله بقى لها فتره بتحاول تسعى الى الخروج من هذا الحاجز او الوادي الضيق، وتطرح مشروعات تنميه هقول لكم عليها ان شاء الله كمان شويه كده باذن الله تعالى، عشان ايه؟ تحاول تسهم في حل وعلاج المشكله السكانيه اللي موجوده عندنا في مصر. ايضا المستشفيات، احنا لو شفنا المنشات الصحيه في مصر اصبحت ايضا غير قادره عن او على الوفاء بسد احتياجات السكان. والدوله شوف النهارده بتحاول تسعى عشان تعمل حاجه اسمها التامين الصحي الشامل عشان تمنع استغلال الكثير من السكان واستنزاف اموال السكان وخلافه، واعتبار السكان لمجرد تجارب الناس تجرب فيها. فالدوله بتحاول تسعى عشان تعمل التامين الصحي الشامل، لكن انا بوكل واستاذي قاعد جنبي هو استاذ جغرافيا طبيه، اول من حصل على درجه الدكتوراه في هذا التخصص من الولايات المتحده الامريكيه الاستاذ كريم سبعاوي، يعني هذا الامر جيدا وافضل مني، يعلم تماما ان المنشات الصحيه في مصر او الخدمات الصحيه في مصر غير قادره عن او على الوفاء بسد احتياجات السكان. النهارده عشان تروح مستشفى تدخل والدك والدتك انت كلام انت، ممكن تروح ما تلاقيش سرير، تروح ما تلاقيش طبيب، تروح ما تلاقيش حد، ما تلاقيش خدمه تقدم لك. العمليه صعبه جدا بسبب الزياده، يخش المستشفى يقول ده ما فيش حد بره صاحي. يعني اللي يخش المستشفى يقول ده الناس كلها مريضه، واللي يطلع المستشفى يقول ده ما حدش حيان. ليه؟ لان النهارده زي ما بقول اصبحت العمليه صعبه جدا جدا. ومثال ثاني اصوره النقل والمواصلات. نقل في مصر، انا على سبيل المثال بسكن في منطقه كلمه الزيتون، عشان اطلع اروح جامعه حلوان من الساعه 7 الصبح صعب جدا ان اكمل. وبالتالي بطلع الساعه 6. بطلع الساعه 6 عشان اكون في الكليه الساعه 7. ليه؟ لان من بدايه من الساعه 7 ما بعرفش احط رجلي في المترو. صعب جدا. مترو الانفاق ينقل بخطوطه الثلاثه حوالي 6 مليون شخص في اليوم. 6 مليون شخص، قد عدد سكان ليبيا. تخيلوا 6 مليون شخص في اليوم بينقلوا عبر خطوط مترو الانفاق عندنا في القاهره. وهو نفس حجم الحجم، يعني تخيلوا اقليم القاهره الكبرى بيخشوا في اليوم من 6 ل 7 مليون شخص، جاي من الاقاليم، وبعض التقارير قالت انهم وصلوا 10 مليون في بعض المواسم. فشوف الكم الكبير جدا من الضغط السكاني الواقع على الخدمات اللي موجوده عندنا في مصر نتيجه الزياده السكانيه المرتبطه ببعد الكم وبعد المكان او بعد سوق التوزيع. وبالتالي احنا عندنا
عمليه سوء التوزيع السكاني مرتبطه بتوزيع السكان في مصر. ده بالنسبه لي يعني السكان عندنا في مصر وجوههم والمشكله السكانيه عندنا في مصر والطرح الخاص بالكم او بالتوزيع عندنا ايه في مصر. التنميه عباره عن ايه؟ التنميه عباره عن ايه؟ تحسين خصائص وضع قائم، انا عندي وضع عايز احسنه. احسنه لصالح مين؟ لصالح السكان. طبعا احنا من الدول اللي كانت سباقه في التنميه طول عمرنا، يعني لما تصحح تاريخ مصر اول دوله في الدنيا عملت اضافه الى مساحه الارض الزراعيه، الفيوم والمناطق دي كلها زمان من ايام الفراعنه وخلافه، الملك فاروق ووالده الملك فؤاد وبعد كده الرئيس السادات والله يرحمه الرئيس مبارك ورئيس عبد الناصر وحاليا الشغالين، في اضافه زمامات جديده الى مساحه الارض الزراعيه. يعني انا هقول مثال بسيط جدا على الدوله بتعمله ويمكن تحس حاسه بمشروعات التنميه الزراعيه. عندنا في مصر حاليا 16 مشروع تنميه زراعيه في مصر مساحتهم حوالي 2,351,000 فدان. 2,351,000 فدان شرق سيوه، منطقه ابارتوشكا، غرب الكومونجو، الجمره، امتداد جنوب شرق محافظه القطاره، منطقه جنوب شرق محافظه القطاره، غرب المنيا، امتداد الفرافر القديمه، الفرافر الجديده، منطقه عندله، امتداد غرب المنيا، منطقه الطور، توشكا، الفرافر القديمه، المراشده الجديده، امتداد الدخله، وبعدين الفرافر القديمه او منطقه ارض القار. وعندي المساحات بتاعتهم مساحتها حوالي 2,300,000 وبدات فعلا من فتره 2016 الدوله شغاله فيها شغل جامد، وبدات فعلا تتاب السنه دي يمكن الرئيس راح زارها عشان يواجه حاجتين. اولا نبدا نضع اساس لمناطق نقل السكان من مناطق العمران القديم الى مناطق العمران الجديد، ثم نجابهم او نقابل احتياجات مصر من الغذاء. احنا بنستورد قمح النهارده، احنا بنستهلكه 10 مليون طن قمح، بنطلعه حوالي 6 مليون طن وبنستورده حوالي 4 مليون طن قمح، يعني اكثر من 40% من الانتاج عندنا بنستورده. فبالتالي هذه المناطق الجديده بمساحتها حوالي 2.5 مليون فدان بتعتبر من المناطق الواعده للتربيه عندي في مصر. منطقه الدلتا الجديده اللي احنا بنتكلم عنها في الصحراء الغربيه مساحتها 2.2 مليون فدان، يعني حسب الخطه الاستراتيجيه لمصر اللي هي 2050 سيتم اضافه حوالي 4.5 مليون فدان ارض زراعيه، اكثر من نص مساحه الارض، يعني مساحه الارض الزراعيه في مصر حوالي 7.8 مليون فدان، احنا عندنا 4.5 مليون فدان ان شاء الله حسب الخطه الاستراتيجيه للدوله اللي هي 2050 ان شاء الله سيضاف الى مساحه الارض الزراعيه ان شاء الله حوالي 4.5 مليون فدان بمجتمعات عمرانيه جديده لنقل السكان عشان نحل الازمه الثانيه اللي هي ازمه سوء التوزيع عندنا في مصر. واحنا طبعا عندنا دوله اصدرت تقرير التنميه البشريه الجديد فيما يعتبر احدث تقرير تنميه في مصر اللي هو تقرير التنميه البشريه 2021 بيحمل عنوان التنميه الحق للجميع مسار مصر المسيره والمسار، وده بيعالج بيطرح رؤيه جديده رؤيه 2030 ورؤيه 2050 على اساس ان اشوف مناطق التنميه الجديده في مصر زي ما قلت لكم المناطق اللي قلت لكم عليها 16 منطقه، منطقه دلتا الجديده، منطقه العوينات، منطقه المثلث الذهبي، كل هذه المناطق اللي اصلا فيها ان شاء الله باذن الله تعتبر عمليه من العمليات المهمه جدا من مشروعات التنميه في مصر. بقي ان نقدم لدولتنا، انا بقول ان في محافظات وصل حد التشبع فيها 100% استخدام الارض فيها، وعندي محافظات يعني تكاد مثلا على سبيل المثال اللي عندي محافظه زي مطروح مستخدم منها 1%، محافظه زي شمال سيناء 7.2%، محافظه البحر الاحمر 6% كويس، محافظه الوادي الكبير 25%. فانت بتتكلم في محافظات بتمثل حوالي 95% من مساحه مصر ولا يعيش عليها سوى حوالي 1.2% من السكان.
فبالتالي هذه المحافظات استطيع ان اعيد التقسيم الاداري لهذه المحافظات. انا قدمت طرح انا وسام الدكتور عبد الله علامه عن تكوين الامن والشيخ للدوله ان سيناء على سبيل المثال فيها 5 احوار كبار او خزانات كبار للمياه الجوفيه، استطيع ان اقيم عليهم 5 محافظات، اعمل تنميه مستدامه وشامله في سيناء بشلها 30 مليون شخص. المنطقه الصحراء الغربيه عندنا في مصر بما تملك من مقومات قد تصل الى 7 مليون فدان ارض زراعيه، قدر ارض زراعيه موجوده في مصر، استطيع ان اقسمها ايضا الى 5 او 6 محافظات جديده، لانها بتهوم على يعني بحار من المياه الجوفيه، استطيع ان اعيد تقسيمها واعمل محافظات جديده، ومع ان انا اعمل محافظه جديده لان هعمل مجتمعات عمرانيه جديده، هعمل استقرار جديد، هخلق اوديه جديده للتنميه، هخلق اوديه جديده لاستقرار السكان في مصر ان شاء الله مستقبلا. وهذا هو التوفيق والشكر والسلام على الله. خالص الشكر والتقدير استاذ الدكتور رفيق القياسي على هذه الطروحه، والحقيقه يعني استكمالا للكلام الجميل اللي قاله، يمكن كلنا تابعنا بطولات الايام افتتاح فخامه الرئيس لمشروع الضبعه اللي كان فيه الامن الغذائي ومشروع الزراعه، وقد ايه مصر ان شاء الله هتكون في امان من المحاصيل الجديده والارض الزراعيه اللي هتروى من الخزان الارضي اللي موجود في الصحراء الغربيه. كل دي مشروعات مصر بتعملها علشان تحقق المعادله ما بين السكان والتنميه. زي ما تفضل الدكتور رفيق، احنا 103 مليون طبعا بنعيش على يعني جزء صغير من مصر، بقيه الاجزاء فاضيه والموارد عندنا محدوده والمعدلات السكان عاليه، فلابد ان احنا نتجه الى الصحراء، وده الدوله بتعمله دلوقتي بشكل كبير جدا، ويعني حقيقه مشروع فعلا فخر لمصر هذا المشروع الجوي. والان تتفضل الاستاذه سحر يوسف مدير عام الاداره العامه للخطط السكانيه والمركز القومي للسكان. والحقيقه يعني مفيش بقى يعني دي الهيئه الرسميه اللي هتقول لنا بقى الكلام اللي هو خاص بقى بالمعدلات السكانيه وخطه مصر وخطه المجلس القومي للسكان في هذا الاطار. ما انا بتقدير انت كنت تعرفوا
وانا هفضل هنا على طول. ايوه الناس هيستحملون البيئه دي اخد
بنتابع وبنطلع.
او اللي كسب المدرسين اللي هي اللي هو الشباب جروز الشباب الفئه العمريه من 15 سنه ل 30 سنه في مصر بتمثل اكتر من تلت عدد السكان فيها. تخيلوا انتوا المستقبل، وده مش موجود على فكره في بلاد كتير. في بلاد كتير في اوروبا مثلا زي المانيا بقت البلاد شايفوها حسب العجز القرن السكاني في مصر بتلاقي قاعده ولحد سن الشباب لحد 30 35 سنه بسم الله ما شاء الله مفتح. انا عايز اقول دلوقتي ممكن نعرف السكان انا اخر حاجه هقولها بس ايه الهرم السكاني هرم بجد عندنا احنا هرم هرم زي هرم اوف وقطع ومقرب القاعده العريضه اللي هي السن الصغير وكل ما بنكبر في السن الهرم بيقل. لكن في الدول الاوروبيه مثلا الهرم مش كده معكوس. هو ساعات يبقى زي ما بيقول طبعا الاستاذ الدكتور الافنسي بيقول مستطيل مستطيل يعني كل الفئات زي بعض وده كمان من نعمه ان هو يبقى مستطيل ده كويس لكن كمان بيبقى معكوس على فكره لكل ما بتكبر في السن الفئه العمريه بتبقى اكتر في العدد والصغيرين بيقلوا. ده معناها ان الدول دي في طريقها للانقراض على فكره. هم هيفضل يقل من تحت لحد ما خلاص هتنقرض. وعشان كده المانيا لو حد تابع هي من قريب قوي طلبت من مصر مليون خريج الكليات الهندسه والطب عشان يروحوا ياخدوا ماجستير ويعيشوا في البيت. محتاجاهم. الهجره بقت هي الامل بالنسبه لها لان خلاص ما عندهمش هم اسفه هم شايفهم ما بقاش عندهم ناس تنجب وتخلف. احنا شايفين افريقيا وخاصه مصر نعمه كبيره وهي المنفذ وهي الحياه عشان هم كدول يكملوا بالمناسبه يعني. انا بس هقول حاجه اخيره احنا قلنا من شويه ان في حاجه طلعت في مصر اسمها تقليل التنميه البشريه المسيره بمصر. حق للجميع المسيرة المختلفة. تقرير التنمية البشرية بس بالمناسبة هو ما قالش جديد. يعني إيه ما قالش جديد؟ يعني الأرقام اللي كانت فيه هي أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وآخر حاجة فيه الأبديت بتاعته كانت 2018 لكن عمل حاجة جميلة جدا اللي هي إيه؟ خد حاجة مصنوعة حاجة اسمها مؤشرات التنمية المستدامة. يعني إيه؟ مؤشرات التنمية المستدامة العالم كله بتمثله الامم المتحده حط اهداف لنفسه لسنه 2030 ان هو يوصل في 17 هدف لحاجات من الاحلام علشان العالم كله يبقى احسن. وحطينا شويه مؤشرات بالارقام هتوصلوا بالرقم ده يبقى انتوا واصلين للعالميه. مصر وحطت على اجندتها ودي اول مره على فكره تحصل من 7 سنين حطت الاهداف العالميه دي على اجنده مصر. بقى في حاجه اشيل من سمعوا عنها اسمها رؤيه مصر 2030 صح؟ رؤيه مصر 2030 دي جايه من اهداف التنميه المستدامه العالميه الامميه اللي حطها الامم المتحده للعالم كله. مصر كمان بقت على طريق العالم. ترتيبنا في التعليم وفي الصحه وفي في الجندر في العنصر في المراه بقى كمان احنا كمان بنقارن نفسنا بيه احنا فين على مستوى العالم. لكن بيتقال ان اكثر دوله في التحرش مصر، اكثر دوله في الحجاب مصر، اكثر دوله كذا، لا الموضوع بقى بالنسبه لنا مختلف. احنا لما خدنا المؤشرات بتاعتنا دي عايز اقول لكم دي الاهداف اللي تقليل المسيره والمسار ودي الاهداف الامميه للعالم كله، الاهداف القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، صحه جيده، تعليم احسن، عماله نظيفه، نمو اقتصادي، شراكه، مستويات، ودينا كمان مهندس صامي السكان عمل المؤشر الاخير ده هو جمع ترتيب المحافظات في مؤشر مجمع للتنميه المستدامه. بصوا اللي باللون الاصفر ده مؤشرات متوسطه. اللي بالاحمر ده لا محتاج كلام كتير قوي دول بيتكلم مننا ده هو في كل ده في محافظات خطر والوضع فيه مش خطر ولازم كل الشغل يتصرف فيه. مش بس كده لو بصيتوا للمؤشر المجمع اللي هو على اليمين ده بصوا كمان كل مؤشر لوحده هتلاقي في لون تاني اخضر في احسن مؤشرات. لكن لما جمعنا كل المؤشرات في مؤشر واحد للاسف ما طلعتش ولا محافظه في مصر عندها المؤشر مقبول المؤشر المجمع للتنميه المستدامه استدامه لون تاني. طلعت كل مصر يا اما في النص يا اما في السنة. مفيش حد في الاخضر مفيش حد في الملون في الجرين زون مفيش ولا محافظه. لكن فرادى في وعلى فكره في حته الطاقه النظيفه مصر قبلت بلاء حسنا في موضوع
عايزه بس اقول لك خريطه مصر. بص مصر كلها ايه؟ مفيش غلطه. دي خريطه مصر في التنميه المستدامه في مؤشر المجمع. دي كلها ايه؟ طول، دي كلها اصفر، مفيش حتى ولا محافظه واحده بتبشر. معناها ان احنا قدامنا كتير في المصانع علشان نوصل لتنميه مستدامه حقيقيه في مصر. طب احنا مالنا الفرص قدامنا مالي الكلام ده؟ هقول لكم كمان. بصوا دي خريطه او الرسمه اللي تحت دي، دي معدل المواليد في المحافظات اللي انا قلتها فوق. ده معدل المواليد في مصر لسنة 2020. المحافظات اللي بالاحمر دي اعلى معدل مواليد واعلى من معدل الجمهوريه اللي هي بالاحمر. المحافظات اللي بالاصفر دي اقل من معدل الجمهوريه. لو بصينا للمحافظات اللي بالاحمر ورجعنا بس شوف، بصوا عليها اللي هي ايه؟ مطروح وجايه مني اسيوط. بصوا اللي هو الصعيد، بصوا بقى فوق تاني المحافظات اللي هي محتاجه التنميه المستدامه كلام كتير، هتلاقيهم هم تقريبا نفس المحافظات اللي باللون الاحمر اللي هي بعض الشرقيه بصوا مطروح الفيوم المنيا نفس الكلام. معناها ان التنميه المستدامه تحدي كبير ليها، تحدي كبير ليها معدلات المواليد المرتفعه في مصر، تحدي كبير. هتلاقي ده هيبقى مخلطين ببعض، هتلاقي ده هتلاقي ده هنعرف نستثمر احسن عشان يحصل ده. والبركه فيكم، مش عايزه اطول اكتر من كده، انا لسه بقول حاجات كتيره، لكن طبعا انا شايفه نجوم مبشره بالامل ومبسوطه جدا ان انا اشوفكم. لكن يعني عاوزين المستطيل يبقى اللي خارج قد اللي داخل، وده شيء يعني مهم جدا. ويمكن استمعتم يعني من يومين على الاستراتيجيه الوطنيه لتغير المناخ في مصر 2050، ويمكن هذه الاستراتيجيه بتتكلم على موضوع التنميه المستدامه، وان احنا لابد يكون في توافق ما بين عدد السكان والتنميه. مره اخرى بشكر الاستاذه سحر، ويتبقى لنا يعني ختام اللقاء هو الاستاذ الدكتور سبعاوي عضو اللجنه وعميد كليه الاداب. فليكن على حضورها وتشريفها لنا في هذا اليوم.
هل الموضوع اللي انا هطرحه اليوم هو موضوع بما انه اقتراحات جديده فلا بد ان يكون طرح جديد، وده كان استوقفني عن الموضوع لما بقى معي اكثر من يومين بالظبط منذ ان كلمني الدكتور عبد المسيح بحفظ هذا الموضوع. الموضوع اللي انا هطرحه السكان والتنميه بالمدن الجديده، واخترت مدينه المنيا نموذجا. ليه؟ لان مدينه المنيا الجديده حينما نشات وصدر القرار الجمهوري او قرار رئيس مجلس الوزراء بانشائها سنه 84، يعني ما يقرب من 40 سنه 38 سنه. هل حققت هذه المدينه الجديده المستهدف منها؟ هذا ما سأعرضه لحضراتكم ولكم الحكم في النهاية على هذا. المداخلة دي تتناول موضوع السكان والتنمية كطرح جديد. وقد أثرت أن أتناول بالتحليل سكان مدينة مصرية. هي مدينة المنيا الجديدة قدر لها أن تكون امتداداً لمدينة المنيا القديمة في الغرب اللي هي تسمى عروس الصعيد. عاصمة المحافظة. يعيش في هذه المدينة الأم أكثر من ربع مليون نسمة، 260,600 نسمة طبقا لتعداد 2017. وعندما فكرت الدولة في الاهتمام بالإنشاء مدن جديدة في العديد من المحافظات المصرية، كان الهدف خلخلة السكان في المدن القديمة وطرح أماكن جديدة لكي يستقل فيها السكان وجعلها جاذبة لهم لتخفف الضغط عن المدن القديمة وإتاحة الفرصة لحياة كريمة للسكان. إلا أن الرؤية الشاملة لأهمية هذه المدن ومحاولة تعميرها أو القيام بدورها كانت للأسف غائبة عن المخطط وصالح القرار. أقرب تمثيل. حديثي هنا سيكون مخطط على سكان مدينة المنيا القديمة والجديدة فقط. كنموذج وليس نموذج أكيد لكل المدن الجديدة، سواء كان المشكلات التي تعانيها أو سوء اختيار الموقع أو تحقيق من مثالب ومشاكل وعيوب. دي نموذج لفشل، مش مثال لفشل المدن الجديدة على الإطلاق، ولكن بالعكس ربما تكون إلقاء الضوء على هذه المدينة لإبراز أهميتها وقدرتها على المنافسة في مجال ما قد غاب عن صناع القرار في هذا الوقت، وتبوئها بمكانة قد تكون غائبة أو غابت عن رؤية المخطط ولذا وجب الإشارة إليها. العناصر بتاعت الموضوع بتنقسم إلى أهداف إقامة المدن الجديدة اللي إحنا قلناها من شوية، ثم نشأة مدينة المنيا الجديدة ومشكلاتها وسبل حلها، ثم أسباب فشل المدينة فيما خططت له، ثم أفكار للتنمية السياحية والصحية بها.
في مدينة 15 مايو كان المستهدف أن يكون 500,000، لم يصل عدد السكان في مدينة 15 مايو إلى أقل من 200,000، وهكذا في بقية المدن، حتى مدن الجيل الثاني ومدن الجيل الثالث. لو بصينا على مدينة المنيا اللي احنا بنضرب بيها المثل، هنجد أن المستهدف الذي كانت ترمي إليه الدولة كان يصل إلى 156,000 نسمة سنة 2000. عارفين عدد سكان المنيا 40,000 نسمة، يعني المفروض كان يبقى 156,000 نسمة من 20 سنة، النهارده عدد سكانها ربع المستهدف. مدينة المنيا كما قلت لحضراتكم نشأت بموجب القرار الوزاري سنة 86، وبدأ العمل فيها فعليا سنة 91، وعدت خدونها، وبتقع أبان مدينة المنيا القديمة وبيربطها كوبري بني عام 86، وكأن هذا الكوبري الذي بني سنة 86 كان مؤشرا لصناع القرار ان هم يقوموا بالتوسع في المنيا الجديدة وعملوا هذه المدينة. ولكن اختيارهم والاستثمارات التي تمت في هذا المجال في كلام كتير فيه هذكره لحضراتكم ان شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم 156,000 المستهدف سنة 2000، النهارده العدد ربع هذا المستهدف. ايه المشكلات بتاعت مدينة المنيا وايه ممكن تتحل ازاي من وجهة نظر الشخصية؟ يعني في بعض الحاجات اللي انا يعني اكتشفتها وعلمت عليها خاصه مشكله المفروض. اول مشكله من المشكلات التي تواجه مدينه المنيا الجديده هي بتعتمد اعتماد كلي على المدينه الام. بمعنى ايه؟ بمعنى ان السكان القليلين الذين يعيشون في مدينه المنيا الجديده كل ما يحصلوا عليه من خدمات بياخدوها من المنيا القديمه. الدروس الخصوصيه ينزل رب الاسره يوصل الاولاد الى المنيا القديمه عشان ياخدوا دروس خصوصيه. الخدمات الصحيه والمستشفيات والصيدليات وغيرها ينزل المنيا القديمه علشان يجيب الادويه. الخدمات الغذائيه وغيرها، كل ما يتعلق بالخدمات بتعتمد اعتماد كبير على المنيا القديمه، وكان مدينه المنيا الجديده او الحديثه التي بنيت على هذه المساحه قد اصبحت مدينة عالم على مدينة المنيا القديمة. تاني مشكلة بتواجه هذه المدينة هي مشكلة التلوث وغبار الحجر الجديد. مدينة المنيا الجديدة بتقع في موضع بيعد من أسوأ المواضع اللي ممكن أن تقع فيه مدينة من حيث الاختيار. المخطط اختار موضع يقع في ملتقى الغبار الناتج عن عمليات التحجير. مدينة المنيا بتشتهر بصناعة الحجر، الحجر الجيد. طبعا الصوره واضحه، والبلوكات وعربات و الى اخره، ومنظر التلوث الناتج عن هذه الصناعه يعتبر اكثر نسبه تلوث على مستوى العالم. ده اثار التلوث وغبار الحجر الجيري على احدى لوحات المثاليه بطريق في مدينه المنيا الجديده. ودي اثار الازمه على الاشجار وعلى كل المرافق الموجوده، وطبعا ده بينعكس على المنازل، السيدات بيقفلوا الشبابيك طبعا لفترات طويله وغبار مستمر. تالت مشكله، مشكله الصرف الصحي، ودي مشكله من المشكلات التي لم ينتبه لها جهاز المدينه للاسف ولم يضع لها خطه لمعالجتها، ودي كفيله بهدم البنيه الاساسيه في الاحياء اللي بيتوقف فيها المنسوب الى اقل من 20 متر بسبب ازاله وتفكيك الصخور النصوبيه وتاثيرها على اساسات المباني. هذه المشكلة طبعا مدينة المنيا مبنية على صخور جيرية و لم يراعي المخطط في اختيار الاحياء نتيجة للصرف الصحي وغيره. طبعا طبقا للنظرية الأولى المستغرقة والمنسوب فبتنزل في المناطق الواقية الحي الرابع يعد من الأحياء المهددة للمياه. هذه مشكلة من المشكلات التي تواجه بعض المدن، وده أثر واضح الصورة من الجهاز، الصورة اللي موجودة هنا دي صورة الجهاز، وده الحل الرابع اللي موجود في هذا المكان. رابع مشكلة غلط كثير من الشقق في المدينة وقلة نسبة الإشراك حتى صارت المدينة مدينة إشراك.
المشكله الخامسه استغلال مشروعات الدوله مثل مشروع ابن بيته الذي صار مظهره مشوه وغير حضاري وعشوائي البناء والتخطيط والالوان. وايضا تم استغلال مشروع اسكان الشباب في اعمال المضاربه بالسوق السود. مشروع ابن بيتك لما اتبنى او لما اتعمل كان مخطط له ان تكون اسكان المباني لها شكل واحد. بعد ما استلم الناس الاراضي بتاعتها بدا كل واحد يطلع بنموذج من البناء والوان متنافره، تمشي تشوف المشروع تلاقيه كله مختلف عن بعض. فاصبح مظهر من المظاهر السريعه الحضاريه. مظهر غير حضاري. ثالث مشكلة تجارة الآثار المنتشرة في المحافظة أدت إلى عمليات غسيل أموال استغلالها واستثمارها في شراء أراضي وعقارات، وده أدى إلى ارتفاع قيمتها على غير الحقيقة والله. وصارت هناك بعض الوحدات استغلال بوعد أكثر من 5 مليون جنيه وهي اللي بتساوي 10% من الدولة. أستاذة صاحب كانت بتقول إن أسيوط دخلت في موسوعة جينيس بسعر المتر الأرض 150,000. لا انا هقول لحضرتك ان المنيا فيها اسعار ارض اعلى من هذا الرقم، لان المساحه بتاعت مدينه المنيا اقل من مساحه مدينه اسيوط والجزء المعروف فيها اقل، وبالتالي فهي اعلى. واسعار الشغل في مدينه المنيا بالملايين اعلى من القاهره واعلى من الاسكندريه واعلى من جميع محافظات مصر. دكتور الزبعاوي استاذنك عشان الوقت انا ايه تنتهي انا عاوز بس ايه يعني نعرف الناس يعني النهارده لو انا هبني مدينه جديده تمام كويس ايه المعايير اللي انا ابني في المدينه الجديده؟ يعني احنا عرفنا يعني المشكلات خلاص. ده نموذج انا قلت هذا الكلام. مشكلات. انا هقول لحضرتك. قول لنا بس في خلال الخمس دقائق. في خلال الخمس دقائق انا هنهي البرزنتيشن وهقول ان المخطط المفروض لما بيضع خطه لبناء مدينه جديده يجب ان يراعي كل المعايير التي تؤدي او تساعد على ان تكون هذه المدينه مدينه جذابه للسكان. اختيار الموقع واختيار الموقع واختيار البنيه يعني الصخور اللي مبنيه على مدينه البنيه زي ما قلت لحضراتكم موجود بسبب الصرف الصحي ادت الى مشكلات كبيره فيها. كل الحاجات اللي انا بعرضها كان يجب تلافيها لكي تكون اختيار مدينه جديده او اختيار مدينه من المدن اللي احنا بنخطط لاقامتها تكون معياريه، يعني كل المسائل اللي انا قلتها عكسها هو الصح. المشكله الاكبر بقى وانا خليتها اخر حاجه لان انا عندي مقترح فيها هيعكس او هيعمل دور حضاري للمدينه هي مشكله المواصلات. مشكله المواصلات في ما بين المدينه الجديده والمدينه القديمه ان الناس بتوصل للمدينه الجديده فيما لا يقل عن ساعه او ساعه ونص. في حل مقترح انا اقترحته وهو اقامه المدينه الجديده على ربوه مرتفعه ترتفع ب 95 متر عن المدينه القديمه. فلو انه قد تم عمل محطه تلفريك او اتوبيس طائر على الهضبه من اعلى بحيث ان هي توصل او تصل الى المدينه القديمه لن يستغرق رحله الذهاب والعوده الى اقل الى اكثر من 3 دقائق او 5 دقائق. هذا الاقتراح وانا عامل له رسم ومخطط مكانه بحيث ان هو ينتقل من اعلى هضبه او اعلى منطقه في مدينه المنيا الجديده الى بعض النقاط في مدينه المنيا القديمه. اولا هذا مصر حضاري وفي نفس الوقت هيدخل السكان باسعار اقل وفي نفس الوقت بسرعه اكبر. ايه الاسباب اللي ادت الى فشل المدينه في استيعاب خطه لها؟ طبعا الاسباب كثيره بس انا هختصرها ان المدينه بنيت على مساحات كبيره من الصخور الرسوميه الرقوه من الحجر الكبير الهش وده بقى الدكتور عبد الرزاق بيقول لي كان ايه اللي يجب ادي اول نقطه دي ادت الى ان مياه الصرف ادت الى عمليات ازاله ميكانيكيه وتحلل كيميائي للصخور والتربه وده ادى الى هدم اجزاء منها. إقامة جامعة المنيا غرب النيل في أجود أراضي الوادي حرم المنيا الجديدة من استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب والأنشطة، وكان يجب أن يتوقف بناء جامعة المنيا سنة 84 ونقل الجامعة إلى المنيا الجديدة كانت تحقق مجتمع عمراني أفضل مما هو الحال الآن. استغلال المحل الإجرائية القريبة من المدينة في الأنشطة الصناعية أدى إلى تلويث المدينة بغاز بغبار كبير. غياب الخدمات الأساسية ونقص المرافق العامة، المقصود بها الخدمات الأساسية اللي هي المستشفيات والخدمات التعليمية وخدمات البقالة والسوبر ماركت وغيرها. الإتجار بالأرض وتمليكها للمستثمرين، بيستغلوها بطرق شيطانية. دا
قلة تراكم فرص العمل وهروب العمال والفنيين من المدينة منها إلى المدينة الأم، غياب الرؤية. لا توجد رؤية لدى الجهات المسؤولة عن فكرة إنشاء المدن الجديدة. لو كانوا راعوا كل الحاجات اللي أنا قلتها ما كانش فيه كل هذه المشكلات. في أفكار بقى للتنمية السياحية الصحية في مدينة المنيا الجديدة. مدينة المنيا بتقع في العروض المدارية بين دائرتي عرض 27 و28. المناخ بتاعها مناخ جاف، وهذا المناخ يسمح لها بإقامة منتجعات صحية شتوية ومكان الاستشفاء من أمراض الربو والحساسية والآلام الروماتيزمية والروماتويد والدرن في يوبابيولوجي. الترسح في إنشاء عدد من المنتجعات الصحية على طول الهضبة أو الربوة المنتجة على نهر النيل واستخدام أقصى الإمكانيات المتاحة لجعلها منطقة للسياحة العلاجية وخصوصا في الأشهر من أكتوبر إلى أبريل. السياحة العلاجية طبعا من الحاجات المهمة جدا اللي العالم كله بيبحث عنها. الصورة لا تختلف عن كابادوكيا أو إسس أو كايماكي في تركيا بالنسبة لمواقع المنتجعات السياحية وبين مدينة المنيا الجديدة، حيث الجو الجاف النقي والهواء الصحي للسياحة الشتوية وجو صحي. في مقترحات ممكن أن تؤخذ في الاعتبار لعمل سياحة علاجية في مدينة المنيا. ماليزيا نجحت استقطاب رواد السياحة في الاستجمام في أراضيها بالرغم من المناخ الاستوائي والأمطار الغزيرة والرطوبة العالية، واحنا لدينا أن تركيا أيضا استقطبت الآلاف من المصطفين في المنتجعات مثل روز ورافائيل وفي ديمر وإرسس في جبال قيصر. نحن عندنا في مدينة المنيا الجديدة كل هذه الإمكانيات التي يمكن أن تكون مناطق للسياحة العلمية. ختاما، بالرغم من أن المدن الجديدة قد جاءت تحلل شفة الإسكان إلا أن غياب الرؤية الاستراتيجية التخطيطية للمخطط وصنع القرار قد حال دون الاستفادة من هذه المدن لجعلها مدن تنمية كاملة توظف إمكاناتها بشكل علمي مخطط ومدروس، وهذا ما أدى إلى عدم الاستفادة من إمكانات تلك المدن وأعاق قدرات التفكيرين على سكنها وصار بعضها مدن أشباح مثلما هو موجود في المنيا الآن. مدينة المنيا تعد مدينة أشباح بعد الساعة 7 المغرب أو الساعة 6 ما فيش أي إنسان بيمشي فيها، وأصبحت معظم المساجد ملك لفئات وطبقات من ذوي النفوس واقتصرت الفائدة منها على الانتفاع بمجرد كونها مساجد لقضاء عمر نهاية الأسبوع أو الاستجمام في الوقت اللي كان ممكن استثمارها سياحيا والاستفادة منها علاجيا من خلال مشروعات موجهة تفيد في خلال الموقع الجغرافي والطقسيات والظروف البيئة المساعدة على استثمارها في الشكل الأمثل. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
الدكتور عزيز، بشكر طبعا الاستاذ الدكتور عزيز الدراسي، الاستاذ الدكتور محمد العاوي، الدكتور طه ومجلس الدكتور عبد المجيد على الندوه اللي يعني تعتبر ندوه اهم الاعمال او الحاجات اللي مصر تمت بحاجه ليها لمعالجه الحاجات اللي طبعا كانت صممت بشكل فاضل او بدون وعي زي قامت الموضه الجديده. الاستاذ الدكتور رفيق طرح سوء التوزيع على الاراضي المصريه بحيث ان احنا بننزل 98% على مساحه اقل من 5% من المساحه، وده طبعا شيء خطير جدا بيقابلنا في المستقبل. فان شاء الله الحلول تكون مختاره له وعالج الموضوع بشكل رائع اكثر من رائع. استاذ سحر برضه تكلمت عن موضوعات مهمه جدا مش هطول في الوقت، لكن في نقطه خطيره جدا الدكتور السبعاوي ذكرها وهي سوء التخطيط في اختيار المدن الجديدة. طلعنا بنقطة خطيرة جدا ان كل المدن الجديدة ما ادتش الوادي اللي كانت مشاهد من اجله حتى الان، ما استوعبتش كل الكم الهائل من الكثافة السكانية اللي المفروض او العدد السكان المفروض مشاهد من اجله، واختلاف فرص عمل وحاجات كثيرة جدا. الخطورة في ايه هنا؟ ان اتخاذ القرار من الناس اللي ساهموا في انشاء المدينة ما كانش فيه فريق معاهم. كان في اختيار هندسي، الاختيار الهندسي سبب فشله. بمعنى ايه؟ ان انا اخترت المدينه وخدنا نموذج المينا الكبير. المينا الكبير لما خدناها على صخور اللايم ستون او الحجر الجيري، الصخور دي المفاسيح بتاعتها او المسامات بتاعتها واسعه. كان في شبكه جرانش باترن القديمه، شبكه التصريف الدهني اللي كانت من البلاستوسين موجوده، فطبعا الصرف الصحي بينزل فيها، والزراعه الموجوده بالاشجار الموجوده اللي هناك بتتخلل الصخور اللي هي الجيريه ديت، فبتبقى انسليشن او جزاره، وده بيؤدي الى انهيارات والتزاقر والانزلاقات والتساقط الصخري، وهتبقى في كوارث كبيره جدا نتيجه الحمل اللي موجود على هذه المنطقه. فكان يجب المساهمه الناس اللي خدت القرار ده بانشاء هذه المدينه مش المهندس بس، لا كان لازم جغرافي، والجغرافي متميز، وده مهم جدا في اختيار المدن، لان الجغرافي له رؤيه كبيره جدا للبيئه، ويشوف البيئة بمنظور أفقي ومنظور رأسي ومنظور جانبي، أو مصدر رأس ومصدر جانبي بيشوفها من كل محتوياته. فأنا بجد النقطة خطيرة جدا، اختيار الموقع والموضع في منتهى الأهمية لاختيار وإقامة مدن جديدة، وده الحاجة اللي ممكن عملتها الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة الإدارية اخترت على أحسن ما يكون. لو إحنا قارنا العاصمة الجديدة بالتجمع الخامس هنلاقي اختيار التجمع الخامس كما كان فاشل جدا، لكن العاصمه الاداريه اختيار رائع لانه بدا يحط كل الجوانب والاختيارات الموجوده. اسمع ان شاء الله وشكرا. شكرا جزيلا دكتور عبد الله. اتفضل دكتور فيروز. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على المنصه الكريمة والأساتذة الأفاضل في توضيح إشكالية ومشكلة نعاني منها في مصر من منذ سنوات كثيرة، والحلول كانت متنوعة على مدار السنوات السابقة من برامج للدولة سواء في الإعلام سواء بأشكال متنوعة ولم يطفي ثماره. فالحقيقة سيادة الرئيس قال بناء الإنسان، من الكلمة دي نعرف إحنا عايزين نعلى بخصائص السكان، والدكتورة الحقيقة أشارت لهذا إن إحنا عايزين نقف شوية، لأن الإشكالية جاية من إن مشاريع التنمية لم تواكب النمو المتسارع في أعداد السكان، ومشاكلنا الاقتصادية والسياسية وثورات واستعمار على مدار سنين، كل ما نيجي نقومنا يحصل لنا كبوة ما نرجع تاني ونعيد الخطط اللي احنا بنعملها. والحقيقه ان احنا بدايه من المشاريع التنمويه بنقول احنا داخلين على مسار جديد خالص، ان احنا بنقول تنميه في جميع ربوع الدوله، عايزين فيها ايدي عامله تروح يمين وشمال لتعمير المناطق العامله اللي فيها ثروات ولم تستثمر بعد بالبشر. فبنقول سينا دلوقتي والمشاريع اللي بتتعمل فيها على اعلى مستوى إعادة توزيع السكان، يبقى نروح بقى الشباب يروحوا يعمروا بوجود فرص عمل لهم. ودي السياسات الجديدة، يعني نخرج بره الصندوق إن نوظف السكان الموجودين وزيين بالفعل، ولكن
هنيجي نشوف الاجيال الجديده بقى عشان نوقف النمو نقول او النمو المتسارع نقول في حاجات بترجعنا اللي هي العادات والتقاليد. عندنا موروثات لازم نحلها اشكاليا في الريف. الريف المصري ما زال يعاني من الاسر 5 افراد وهكذا، وده كتير يعني. طبعا العزوه موروثات اجتماعيه. طيب احنا كان كنت مشاركه في احد المشاريع وقالوا السر، يعني عدى مع السيدات كده وقالوا السر هي الجده. تخيلوا الجده عندها افكار طبعا قديمه وبتنقلها للجيل اللي بعديها واللي بعديها وتقول لهم خلوا بالكم بنتك هتحافظي عليه بالايه؟ بالولاد. روبوتي ما اعرفش، انتوا عارفينها مسلتنا الحلوه بقى، امثله شعبيه جميله. ان جالي ولد يبقى في سد ظهري وانسلم. ان قالوا في بنيه اتحدت الحيط عليا. تخيلوا البنت تخيلوا البنت تتحدى الحيطه عشان تجد بنت، مع ان كلهم بنات زي الورده يعني. ودلوقتي المراه لها دور فعال، واحنا شايفين المراه بقت في مجلس النواب، المراه بقت مشاركه في جميع مؤسسات الدوله. يبقى الموروثات دي في الريف لازم نشتغل على التوعيه من الجده. كان في مشروع اللي هي الرائدات الريفيات، الحقيقه دي لازم نعيد استثمار بعض الافكار الناجحه. والحقيقه انا استفدت جدا جدا من حضراتكم الاساتذه الافاضل، كل يعني حتى اضاف حته جميله قوي او نقول سياسه المدن الجديده، سياسه خصائص السكان اللي ركزت عليها الدكتوره. الدكتور بياسكي عمل لنا مسح كده جميل للسكان بحاجه سيئه، لان موضوع الديموغرافيا ده يعني تقيل شويه. فبشكل كده شيق عرضنا الازمه جايه منين. فشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندنا سؤال واحد لان قدامنا 5 دقائق او اقل عشان لازم نخلص. حد من الشباب بقى او الشباب يشارك معانا في سؤال؟ عشان هنقول لكم على حاجه حلوه يعني. الدكتور عادل هيعزمكم على حاجه يعني، بس مش حاجه اكل. مش حاجه تدفع لا حاجه اكل ولا حاجه تدفع. اتفضل. اسمك هو؟ انا اسمي عبد الله سعيد، طالب في الرابعه بيت الاعداد جامعه حلوان. طبعا برحب بالمنصه الكريمه وكلهم طبعا بيتكلموا عن ازاي تطوير اماكن السكان، بس انا بعتبر ان دي خطوات مستقبليه. في حاليا تطورات ممكن نركزها دلوقتي نتكلم عنها مع المفعول زي نقل الاسواق مثلا. اذا فكرنا ميادين زي ازاي التحرير والرمسيس المصري، الحاجات دي الاسواق اللي فيها من البائعين اللي قادمين من محافظات ثانيه بتعمل ضخم سكاني كبير قوي. بالاضافه طبعا للمخلفات اللي هي بتكون موجوده فيها. فدي مثلا لو عمل لها اسواق متخصصه زي مثلا سوق العقوق، الناس تروح لها مخصوص كده. انت ممكن توفر اماكن مثلا في العرب والميدان اللي فيها كمان اماكن اثار فيها حضارات، فيها ممكن مزارات سياحيه احنا مبوظينها بالبائعين. زي ممكن توفر الاسواق. وطبعا مثلا لو ده مثلا سوق منطقه اكتوبر، انا عندي مثلا دافعين في منطقه اكتوبر في المسدات وسكان الدماغ. المنطقه لسه قدامها سنين عشان تبقى عايزه خدمات. الخدمات توصلها لما يبقى عندها اسواق وعندها بائعين. تبقى معتبره ومعروف خدمات، مش الخدمات الحكوميه لا، الخدمات العامه. البائعين، الاسواق، الحرف. فدي احنا لو نقلناها تبقى ميزه كبيره قوي وهتدعم السكان لما يروحوا لمصر. شكرا ليك يعني. طبعا عايز اقول لك كانت يعني
الناس اللي فيها هو في حد يعني طيب ااا آه العتبة نفهم الأماكن اللي حصلت العقود حصلت العقود لأن هو عملوا غلطة على حاجات معينة في وزارة التموين ساعدته وبالتالي رغم عنهم الضباط دول راحوا قعدوا فيه نفس الكلام في الدكتور اللي هو اللي ورا مدينة الإنتاج العالمي والمدارس كانت بتنظر أنا بنفسي بشوف المدارس اللي حصل فيها نظر انما انا وانا انا شفت الموضوع وهو بيحصل وكنت ضمن الناس اللي راحت تشكل الحكايه وعايزه اقول لك انا معديه تقريبا اربع ايام فين من الطريق ده انا كنت كده فخوره في الحته دي في مصر انا بقيت شايفه ان في هنا جامع السكران مش عارفه ايه بقيت شايفه ان هنا في السيده رفيقه بقيت شايفه الطريق بقيت في نفس في بحيره جديده في المتحف الحضاري الجديد اللي هو بقى اعظم متحف في العالم دلوقتي يعني الحته هايله لكن التنفيذ عايز كمان مساعده وعقول شايفه بكره احسن من انها تكون عندها الاماكن اللي شايفه دول وبص على الله في نقطة تختلف في مع الدكتور صلاح فيها الدولة حينما تريد أن تزيل أي شيء هزيله مفيش حاجة اسمها تخيل إن البلاد زي بلاد الرابعة كان فيه من كام مليون وطاق ميدان التحرير كام مليون الدولة النهارده أنا كنت أنا هعرف في ميدان التحرير من يومين الراجل قال لي يلا مع السلامة الدولة حينما تريد دولة قوية الحمد لله نحن نمتلك دولة بجيش وشرطة أقول أكيد من جد لا سكار بقى ولا عفاريت لو صانع القرار أراد أن يغير هيغير شكرا لنخبر عشان في ندوة بعدين لازم يخشوا هو عموما التغيير الناس واتجاههم مش سهل دكتور عادل بيعزمكم هو عامل يوم البيئه العالمي يوم 5/6 في وادي دجله فلو حضراتكم تشرفونا في محميه وادي دجله كلكم فري يعني فشرفونا كلكم في محميه وادي دجله يوم 5/6 دكتور عادل بيعزمكم ان شاء الله